هو المهم يا كابتن ان انت كنت تلعب اكتر من مباراه في نفس المدرسه، المدرسه اللي انت هتلعبها، لكن زي ما بقول لك تحضير الراجل هيفرق معاه دراسته حتى للفرق المنافسه، طريقه اللعب اللي هيلعب بيها، الكومباكت الدفاعي اللي هيقدر يقف في شكل الانتقال من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه. وانا شايف ان هنا المنتخب الاولمبي عنده الملكه دي، عنده عناصر جيده بتقدر تنفذ اسلوب لعب الراجل. اعتقد ان ممكن مباراتين مش كافيين، لكن يقدروا يقضوا الغرض، يقضوا الغرض بشكل او باخر. طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي ان شاء الله باذن الله. يعني انا يعني بنسبه كبيره متاكد الوصول لدور الثمانيه، وان شاء الله باذن الله يكون المنافس، يعني يكون كده منافس حلو نقدر نعدي بيه للمباراه في نصف النهائي، ويكون عندنا تنافسيه حقيقيه على ميداليه. من 2012 طبعا كان كل الوصول لدور الثمانيه وكنا بنخرج. ان شاء الله يكون باذن الله ان شاء الله هذا الجيل قادر على التنافس على ميداليه اولمبيه. تعالوا مع حضراتكم نروح للمنتخب الاول، منتخب مصر، القرعه، قرعه التصفيات المؤهله لامم افريقيا 25، والقايمه واستعداداتنا لهذه البطوله هتشوفها ازاي مع الكابتن حسام حسن، بالتوازي مع طبعا تصفيات كاس العالم 2026. زي ما انا قلت لحضرتك بلاش التركيز على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي اللعيبه الحقيقه هتوصل لمرحله، انك انت اول ماتش اعتقد هيبقى في سبتمبر. هتقولنا كمان مواعيد المباريات يا شباب، المباريات التصفيات المؤهله لكاس افريقيا 25 نشوفها مع حضراتكم. فياخد الكم الاكبر من اللعيبه، من اللعيبه من المنتخب الاولمبي، الى جانب طبعا بعض العناصر اللي هي المحترفة، وهم حوالي يمكن 6 أو 7، مع بعض الإضافات من لاعبين جدد كدفعة معنوية. ده مهم يا كابتن، يعني ده مهم انك تاخد من المنتخب الاولمبي تدخل. وعندنا عناصر الحقيقة، عناصر جيدة ممكن جدا. على فكرة ابراهيم عادل مثلا اللعيب بتاع بيراميدز كان متواجد المعسكر اللي فات مع كابتن حسام في المنتخب الاول، وعندنا لعيبة مميزة. معلش حسام من الزمالك، وفي اكثر من لاعب ممكن جدا انك انت تستعين بيهم. طبعا يبقى اضافه، في ميسي اعتقد برضو ما موجود مع في محمود صابر، في اكتر من لاعب. يعني اللعيبه دي لو اتحطت مع المنتخب كركيزه، مع ثقه، مع يلعب جنب صلاح من غير ما، وصلاح يديله الامان ويشجعه، يلعب مع مصطفى فتحي، يلعب مع تريزيجيه، يبقى حتى لو ما لعبش يبقى موجود في ال 18 او موجود في ال 23، دي دفعه بتديله انك انت الدماء الجديده ديت مهمه جدا. اذا ما كنتش تدفع بيها دلوقتي هتدفع بيها امتى؟ الى جانب الخطوه المهمه جدا يا كابتن هاني، وهي انك انت تدفع في سن صغير. زي ما انت طلعت في المانيا يبقى انت في السن الصغير طلع. وانا بقول الكلام ده بقالي 25 سنه. وهنفضل نقوله 25 سنه كمان لسه هنتكلم. الموضوع صعب جدا. حاجه كابتن احمد، التصفيات كاس العالم المؤهله لكاس العالم هنبدأ تاني، الجولات هتبدأ في مارس، فعندك سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ما عندكش تصفيات كأس العالم، وبالتالي قد تكون هذه المباريات هي الاستعداد الأقوى، على لأن مباريات رسمية واستعداد قوي لمباريات شهر مارس. شايف ده إزاي كاستعداد ليك التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وشايف فكرة إنك لازم بشكل كبير يكون اهتمام بلاعيب المنتخب الأولمبي حتى بعد نهاية الأولمبياد إن يكون ليهم دور مع المنتخب الأول؟ بص يا كابتن، دايما بنتكلم وقول لي ورشح لي بعض اللعيبه. انا اقول لك يا كابتن، بالنسبه لاي مدير فني المهم بالنسبه له ان يبقى القاعده كبيره في حته الاختيار، يعني قاعده اللعيبه في حته الاختيار طبعا. لو بتختار من 100 لاعب او 150 لاعب على مستوى مصر، اعتقد ان دي اللي كانت مرجحها كفه الكابتن حسن شحاته في 2006 و2008 و2010، ان عندك قاعده كبيره بتقدر تختار منها، مستويات متقاربه بشكل كبير. لكن بقالنا فتره بنعاني من حته اللعيبه اللي تقدر تلعب فيرست تيم، من حته اللعيبه اللي تقدر تلعب في الفرق الكبيره. مش هنقول المواهب قلت، لكن لا، على مستوى الليفل الدولي، الليفل الدولي بقى عندك الاختيارات قلت الحقيقه بشكل كبير. محترفين زي ما بنتكلم دايما، تتكلم في 3-4 محترفين بيقلوا ما بيزيدوش، بيقلوا. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت دايما قبل كده كان عندك 7-8 أو 8 محترفين، بعد كده دلوقتي عندك 4 أو 3 وخلاص انني بعد عن حته المشاركه. لكن الكابتن حسام في ضغوط عليه بشكل كبير الفتره اللي جايه، اتمنى الدنيا تبقى اهدى بالنسبه له بشكل كويس. ندخل على برضه تصفيات كاس العالم، عامل نتائج، انا بشوف من وجهه نظري نتائج ايجابيه مش نتائج سلبيه. المباراتين اللي فاتوا مع بوركينا فاتوا طبعا النتائج ايجابيه، وبتوصل النقطه ال10، اعتقد ان دي حاجه ايجابيه بتديك افضليه
ومع طول الوقت محتاج الكابتن حسام يعرف اللعيبه بشكل اكبر. حته زي ما قال الكابتن عادل المنتخب الاولمبي مهم جدا، معاك 7 أو 8 لعيبه يقدر يشيل لك الضغط من على الفرق اللي هي بتبقى عليها ضغوط في اللعيبه بتاعتها، واعتقد ان دي حاجه ايجابيه ان شاء الله يقدر يتحرك لها كابتن حسام. كابتن شفت او شايف ازاي التطور ان شاء الله باذن الله تطور مستوى منتخب مصر خلال الفتره الجايه مع الكابتن حسام حسن؟ هل بنظريه انك بتنزل بالاعمار السنيه قد تكون مفيده؟ بعض الناس تقول لك هي مفيده جدا ولكن ما عندكش المساحه، الوقت ضيق. وهل الاعتماد بشكل كبير على اللعيبه المحترفه رغم ان هم عددهم قل دي برضو جزئيه؟ وهل اسلوب الدوري خاصة لو بنتكلم على الدوري السنة اللي جاية، هل هيكون دوري استثنائي قد يساعد المنتخب الأول على أريحية في التصفيات؟ ده كمان ملف لازم نتكلم عليه. زي ما أنت بتقول يعني أولا الموسم اللي جاي استثنائي، وبالتالي هيبقى فيه فرصة إنه يلعب مباريات في الأجندة الدولية، لأن الأجندة الدولية هتبقى خلاص أنت ما عندكش مشكلة. يمكن كابتن حسام كان طالب أسبوع قبل الأجندة الدولية علشان كان أول مرة وعايز يلم اللعيبة، وقد تكون غير متاحة الفترة اللي جاية. ده جزء مهم لو الدوري منتظم والأجندة الدولية منتظمة. لو الدوري استثنائي، لو الدوري يعني استثنائي أو غير استثنائي لسه الدنيا مش باينة. أعتقد إن الجهاز الفني عنده الرغبة إنه بيبتدي يلعب مع فرق قوية، والدليل على كده الدورة الودية كرواتيا ونيوزيلندا كان ممكن جدا ما يلعبش، ابتدى لعبها وكان الى حد ما معقوله يعني. لكن في الفتره اللي جايه ديت مفيش حته الرفاهيه ان انا اقول 25 سنه 25 سنه، لا، المغرب وافريقيا كلها رايحه في اتجاه الاحتراف في الاوروبا. اذا انا ما ساعدتش نفسي ومشيت في التراك ده انا هروح فين؟ انت النهارده بتلعب موريتانيا مش عارف هتكسبها ولا تتعادل معاها، بتلعب بوركينا فاسو 2-1 في وسط الاستاد 2-1 وكان ممكن جدا يتعادل معاك وممكن يكسبك. فاذا انت ما خدتش خطوه من خلال الاعلام والضغط ان انا الفرق بتاعتي واللعيبه بتاعتي تطلع في سن مبكره علشان توصل لمرحله الاحتراف، علشان نواكب الجماعه الافارقه اللي طالعين زي الصاروخ. احنا بنشوف الراس الاخضر تعدادهم كام يا كابتن هاني، وشوفوا بيوصلوا لفين في المستوى. وبالتالي دي نقطة. النقطة الثانية، أنا في الفترات اللي فيها أجندة دولية لابد أن أنا بلعب مع فرق قوية، ما بجيبش فرقة أي كلام أو فريق أولمبي أو فريق شباب وأقول ده فريق جنوب أفريقيا أو ده فريق، لا، بلعب مع فرق زي ما بنشوف غانا وكاميرون، ويروح يلعب فرنسا، بيلعب البرازيل، المغرب بتجيب البرازيل وبتلعب مع البرازيل في أي حتة، بيلعب الأرجنتين. فأنا كمصر لابد أن أنا الحتة دي، إلى جانب ان انا باخد ولاد صغيرين وما اكفاهم موجودين في الدوري المصري، ومش لازم التركيز على الانديه الكبيره، اسعى واتعب واتفرج على بعض الفرق، هتلاقي في الاسماعيلي فيه، في الاتحاد فيه ولاد في سن صغير 22 سنه 24 سنه، وادفع بيهم. يا منجوم طلعوا من يعني صحيح في سن مبكر ومن انديه صغيره وبعد كده راحوا احترفوا بره واول اخر. ده وجهه نظري الاحتراف مع المباريات القويه، مع ان انا ادي فرص او اوسع قاعده للاعبين الصغيرين، مش لازم اهلي وزمالك. صحيح الكابتن، طبعا كابتن عادل اتكلم في 3 محاور مهمه جدا قد تحتاج وقت شويه عشان تتنفذ، منها طبعا عدد اللعيبه المحترفه، لازم نتكلم على عدد اللعيبه الصغيرين، نزول باعمار سن المنتخب. كابتن احمد شايف ما هو الطريق ان شاء الله للمنتخب المصري خلال الفتره اللي جايه؟ مؤشراتك للوصول لامم افريقيا 25 وتنبؤاتك بالوصول لكاس العالم 26 هتكون ازاي؟ اكيد اللعيبه عليها دور بشكل كبير يا كابتن، اكيد اللعيبه عليها دور. نجمنا طبعا محمد صلاح عليه دور بشكل اكبر، وانا شايف ان مهم جدا على محمد صلاح حقق انجاز مع المنتخب، لان هو هيفرق حتى ادائه مع الفرقه، قيادته حتى للمنتخب، لان المهم يبدا عندك المنتخبات الكبيره، منتخب مصر منتخبات اللي هي الشخصيه طبعا، ده اللي انا بتمناه. طول ما هيرجع هيبه منتخب مصر وشخصيه منتخب مصر انت تقدر تلعب قدام اي حد، وده اللي انا بناشد بيه اللعيبه بالجهاز الفني، مهم جدا يرجع شخصيه منتخب مصر. ازاي يا احمد ترجع شخصيه منتخب مصر لو انت شايف ان احنا فقدنا شويه من شخصيه منتخب مصر؟ شايف انها ترجع ازاي؟ باللعيبه يا كابتن، باللعيبه، باللعيبه، باسلوب اللعب بتاع المدير الفني. ما تهبش اي منتخب، زي ما بقول الكابتن عادل مهم جدا يبقى في محترفين كتير، المحترفين الكتير في اي منتخب بيتقلوا الفرقه طبعا، بيتقلوا الفرقه بشكل كبير، طرق اللعب، تطوير في اداء اللعب،
اللعيبه حتى كمان المحترف يا كابتن بيبقى استيعابه حتى للتمرين او كلامه المدير الفني بيبقى مختلف بشكل كبير جدا، تنفيذه حتى للتعليمات ما بيبقاش فيه بطء حتى في تنفيذ التعليمات. اعتقد ان كل العوامل دي مهم جدا، ان دي اهم حاجه انا بشوف ان المنتخب مع فتره جايه، وده اللي بطالب بيه الكابتن حسام والجهاز الفني، هي عوده شخصيه منتخب مصر ان تكسب اي حد، تلعب تنزل انت اللي تنزل تفرض اسلوب لعبك، تكسب 3-4 ده بيسمع كابتن في افريقيا، دي الهبه اللي لازم ترجع لمنتخب مصر. ابو حميد بنشكرك شكرا جزيلا. كابتن عادل طبعا بنشكرك، نورتنا وشرفتنا وكالعاده متالق ومتميز كابتن، ربنا يخليك. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. ابو حميد متالق دايما وتنورنا وتسعدنا. ربنا يخليك، سعدت ان انا موجود مع حضرتك ومع كابتن عادل. شكرا جزيلا حبيب. الشكر متواصل لحضراتكم، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخباتنا، المنتخب الاولمبي في اولمبياد باريس 2024، وكمان لفريق النادي الاهلي في المباراه القادمه امام طلائع الجيش في المشوار المحلي وتصدر ان شاء الله الدوري قريبا. شكرا لحضراتكم، وليا لقاء مع حضراتكم الاسبوع الجاي، يوم جديد وحلقه جديده من